لوزير المالية، أين تذهب أموال الضرائب العقارية؟ أنا نفسي في حد يسألني السؤال ده. الحمد لله. الضرائب العقارية أولا عايزين نعرف هي بتروح فين. الضرائب العقارية ضريبة سيادية، قبل التعديلات دي كانت ضريبة محلية. فالضريبة بالكامل 50% منها بيروح لخزانة الدولة. ال50% بيتصرفوا في ايه؟ في تعليم، صحة، تأمينات اجتماعية. تمام. الخمسين التانية 25 بتروح للمحافظات، كلهم في دايرة نطاقه حسب ما هو حصيلته جايبة، بحيث ان هو ما يقلش عن الحصيلة بتاعته. تمام يا فندم. عشان يعمل تطوير عنده في المحافظة بتاعته. تمام. وال25% بتروح للتطوير الحضري والعشوائيات. طيب. بقرار من رئيس الوزراء. ده لسه كنت هقول لحضرتك. بقرار ده قرار من رئيس الوزراء. تذهب إلى هذه الأماكن الضريبة العقارية المحصلة. تمام. من المواطن. تمام.